ولكن لو باساج ان فورس معناها فهمتني كما كان يتفضل سيد رئيس الحكومه عبر معناها مجلس النواب هذايا راهو معناها عين معناها الهروب الى الامام وهو ما سيعمق الازمه. نحن ماذا نقول؟ نقول ان هناك وفي وثيقه كارتاج نفسها في البريامبول نتاع وثيقه كارتاج قلنا وان القطاع العمومي والمرفق العمومي كان وسيظل ومطروح عليه معناها دور استراتيجي في القيام بالمشاريع الكبرى ولا بد من تطويره وتحديثه واصلاحه. احنا نفرق ما بين الاصلاح بمعنى اضفاء الحوكمه على كيفيه ادارته على هيكله اقتصاديه واجتماعيه متى كان ذلك ضروريا ونحن منفتحين في ذلك. اما الاصلاح الذي يحيل الى البيع راهو باش يكون واضح موقف الاتحاد العام التونسي للشغل بالامس واليوم وخاصه معناها الان لن نقبل كلفنا ذلك ما كلفنا أن تباع قدرات تونس بالمزاد العلني لأنه ما تبقى لتونس هذا المرفق العمومي وهو الضمانة الرئيسية والاستراتيجية لدولتنا باش تأمن معناها فهمتي استقرار اجتماعي وتوازنات مالية. صحيح هذا المرفق يحتاج إلى إصلاحات، نحن على أتم الاستعداد لإنجاز هذه الإصلاحات في إطار توافقي وفي إطار تشاركي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أن نقدم الإصلاحات بمعنى أنه نبيع ونرهد البلاد راهي تونس لن نقبل أن تباع منها ولو معناها فهمتني ركن واحد. هذه ملك الأجيال القادمة مش من حق الحكومة هذه ولا غيرها باش تتصرف فيه لأنه الدفاع عن القطاع العام دفاع عن الشعب ودفاع عن استقلال تونس واستقرار تونس. لأنه هل الإمكانيات هذه اللي تراكمت من 56 إلى الآن تبنات بفضل القطاع العام والقطاع الخاص انتعش بفضل القطاع العام ولا يمكن خلق التناقض ما بين القطاعين. والإخوة معناها أنت الأصدقاء في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة كان موقف واضح وجريء الحيوة عليه في اللجنة عندما قالوا وإحنا كاتحاد صناعة والتجارة ما احناش مع بيع القطاع العام مع إصلاحه لأنه إحنا من نجمه نتقدمه ونستثمره إلا وقت اللي يكون القطاع العام متعافي وقادر وناجح.